السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن البوت دياجرام هتلاقينا ان احنا في المرحلة التامنة من الكورس بتاعنا وخلال محاضرة النهاردة هندي مقدمة عن البوت دياجرام هنشوف ايه هي الخمس خطوات اللي اذا اتبعناها هنحل اي مشكلة متعلقة بالبوت دياجرام وهنحل بعض المسائل على البوت دياجرام البوت دياجرام معروف ان هو لوجاريثميك بلوت والبوت دياجرام بيتكون من تو جرافز اول واحد هو الماجنيتيود والماجنيتيود بيتقاس بالديسيبل او بالدي بي وفي الفيز انجل والفيز انجل بتتقاس بالديجري وبدام قلنا ان البوت دياجرام هو عباره عن لوجاريثميك بلوت فاللوجاريثم او اللوك سكيل البيس بتاعه هو العشرة او التين دايما بنرسم البوت دياجرام على سيمي لوك بيبر باستخدام لوك سكيل للفريكوانسي ايه معنى سيمي لوك بيبر معنى كده ان الاكس بيبقى بلوك سكيل والواي بيبقى decimal سكيل او بالسكيل العشري اللي احنا نعرفه مميزات البوت دياجرام هتلاقي ان الملتبليكيشن بيتقلب لاديشن برضو ان انت ممكن تعمل ابروكسيميشن باستخدام الستريت لاين اللي هتلاقيه كفايه علشان يديك معلومات كتيره عن السيستم وهيديك معلومات عن الفريكوانسي ريسبونس تعال نتعرف على بعض الخصائص لللوك هتلاقي اذا عندي A مضروبه في log C والبيس بتاع log هو ال D اذا كانت 10 او 2 او 8 او 16 فبغض النظر عن البيس بتاع log اذا كان عندي A log C بتساوي L فمعنى كده ان ممكن اجيب ال دي في الباور هنا فمعنى كده ان لوج البيس D C of A بتساوي ال L واللي هي هتلاقيني ممكن اكتبها كده ان ال C باور A هي عبارة عن الـ D باور L إذا حبيت أطلع اللوك بره الموضوع معنى كده إذا حبيت أجيب قيمة C فالC هي عبارة عن الـ D باور L over A إذا كتبت لوك A إيه فمعنى كده إن هي اللوك A إيه بيز 10 بدل ما كتبتش حاجة تحت البيز غير كده هكتب مثلا 2 أو 8 أو 16 أو أي رقم تاني بس إذا كتبت لوك وايه وما كتبتش حاجه في البيس فمعنى كده ان البيس بتاع اللوج هو ال10 لوج 1 بيس 10 بتساوي 0 ولوج 0 البيس 10 بتساوي نيجاتيف انفينيتي وخلي بالك ان لوج اي قيمه ما بين ال1 وال0 بتديني قيمه نيجاتيف لوج اي قيمه اقل من الصفر بتديني كومبلكس فاليو ولوج اي قيمه اكبر من الواحد بتديني بوزيتيف value سي log A مضروب في B أقدر أكتبها بالشكل دوت إن هي عبارة عن C log A plus C log B و C log A over B بتديني C log A ناقص C log B فشفنا إن الضرب أو الملتبليكيشن بيتقلب لأديشن أو لجمع وشفنا إن الاسمة أو الديفيجن بتتقلب لسبتراكشن أو طرح طبعا بناءً على القسمة إذا قلت عندي C log 1 over B فأقدر أكتبها بالشكل دوت هتبقى C log B power negative 1 أقدر أنزل ال negative جنب C فهتبقى negative C log B اللي هي ديت تعال نبتدي الأول بحاجات بسيطة عن البوت boot diagram تخيل مثلا إن عندي f of s الفانكشن دي بتساوي 1 over s ففي البوت دياجرام لما بتعامل مع الفريكوانسي دايما كل اس بحولها لجي اوميجا فهي عبارة عن 1 over جي اوميجا لما بتعامل مع البوت دياجرام بحتاج اجيب حاجة اسمها السلوب والانجل السلوب لاس موجودة في المقام هي عبارة عن نيجاتيف 20 والانجل هي عبارة عن نيجاتيف 90 ديجري وإذا عندي الـ f of بتساوي s فهقلب كل s لجي أوميجا معنى كده إن السلوب بتاعها علشان هي في الباست فمعنى كده ان هي بوزيتيف 20 والانجل بوزيتيف 90 ديجري لما باجي ارسم البوت دياجرام برسم اتنين كيرف كيرف فيهم بسميه الماجنيتيود وبيتقاس بالديسيبل والكيرف التاني هو الفيز انجل بيتقاس بالديجري هتلاقي ان عندي في الاكس دايما بيبقى عندي الفريكوانسي والفريكوانسي بيتقاس براد بير سكند فاذا جيت ارسم الرسمه دي فباجي عند نقطه البدايه بالنسبه ل 1 اوفر اس وبمشي بسلوب نيجاتيف 20 بحيث ان السلوب بتاعي دوت نيجاتيف 20 ديسيبل بير ديكيد يعني السلوب بيتقاس ديسيبل بير ديكيد بسلوب نيجاتيف 20 بخط مستقيم وهنا من نقطة البداية لحد نقطة النهاية باجي عند نيجاتيف 90 ديجري وبمشي في خط مستقيم إذا كان عندي S over 1 بمشي بسلوب بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديكيد وهنا عندي هتلاقي بوزيتيف 90 وبمشي في خط مستقيم طيب ده إذا عندي 1 over s أو s طيب إذا عندي 1 over s power n معنى كده إن عندي 1 over j omega power n معنى كده إن هيبقى عندي negative 20 مضروبة في n و 90 مضروبة في n ده في حالة السلوب هيبقى negative 20 مضروب في الباور وهيبقى decibel بريديكيت وفي حالة الانجل هيبقى negative 90 مضروب في الباور اللي هو n وهيبقى بالدجري إذا عندي s power n فمعنى كده هيبقى عندي جي اوميجا باور ان ده في حاله الاف اوف جي اوميجا وهيبقى عندي هنا بوزيتيف 20 مضروب في ان وعندي هنا بوزيتيف 90 مضروب في ان في حاله الديجري طيب اذا عندي البول او الزيرو اس بلس إيه فعندي هنا زيرو اس بلس اي وعندي هنا بول اس بلس اي فتاني هتلاقيني برسم كيرف بلس 20 في حاله الاس بلس إيه في الباست ديسيبل برديكيت وهتبقى عندي الديجري بلس 90 وفي الحالة ديت هيبقى عندي السلوب نيجاتيف 20 ديسيبل بير وعندي هنا هيبقى نيجاتيف 90 ديجريز وطبعا هنا هتلاقيني بعمل بريك عند لحظة معينة فالبريك اللي أنا بعمله وابتدي أنزل لتحت ده اسمه الكورنر فريكونسي وده بيبقى عند قيمة الـ A وهنا برضو عملت بريك وابتديت أطلع لفوق فالبريك هنا بعمله عند الكورنر فريكونسي هنتعرف على الكلام دوت واحدة واحدة تعال نشوف ازاي اذا طبقنا خمس خطوات هنقدر نرسم اي بوت بلوت هنبتدي بان احنا عندنا ترانسفير فانكشن جنرال الجي اوف اس وخلي بالك انت لما بترسم البود دياجرام بترسمه ل اتش اوف اس جي اوف اس الاثنين مع بعض فاذا عندي مثلا اتش اوف اس جي اوف اس ايكوال ال بحيث ان ال دوت كونستانت رقم مضروب في اس باور كي 2 بحيث ان الكي 2 دوت كونستانت رقم مضروب في اس بلس ايه فهنا عندي زيرو وهنا عندي ممكن يكون في زيرو بحيث ان الكيتو دي ممكن تكون اكبر من الصفر وممكن تكون بصفر فما يكونش عندي زيرو هنا مقسوم على اس باور كي 1 كي 1 تاني كونستانت مضروب في البول الاولاني اس بلس بي مضروب في البول التاني اس بلس سي ففي الخطوة الاولانية محتاجين نقلب كل اس لجي اوميجا فالاتش اوف اس جي اوف اس دي هتبقى اتش اوف جي اوميجا جي اوف جي اوميجا فهنقلب كل اس بجي اوميجا فهتلاقي المعادله بقت بالشكل دوت قلبنا كل اس عندنا لجي اوميجا الخطوه الثانيه ان احنا عايزين نخلي القيمه الريل هنا تكون بتساوي واحد فهناخد الاي بره عامل مشترك فهيبقى عندي هنا اوميجا اوفر اي هناخد البي بره عامل مشترك فهيبقى عندي هنا اوميجا اوفر بي وهناخد السي بره عامل مشترك فهيبقى عندي اوميجا اوفر سي بحيث ان احنا عايزين نخلي دايما الاس باور زيرو بتساوي واحد فعندنا هنا ايه مضروبه في اس باور زيرو فهتبقى بالشكل دوت فهتلاقيني هنا خدت الـ A بره عامل مشترك وخدت هنا بره الـ C عامل مشترك وخدت هنا بره الـ B عامل مشترك فهنا بقى أوميجا أوفر B بلس 1 أوميجا أوفر A بلس 1 أوميجا أوفر C بلس 1 وبرده خليت إن مفيش عندي جي أوميجا لوحدها في المقام فطلعتها فوق فهتطلع جي أوميجا باور نيجاتيف K1 أقدر أجمع الباور بتاع النيجاتيف K1 مع الـ K2 فهيديني جي أوميجا باور K2 ماينس K1 وممكن أستبدل الكونستانت اللي هو ال مضروب في a مقسوم على الـ b مضروب في الـ c بحيث إن هحط قيمة k فهقول إن دي عبارة عن k مضروبة في j أوميجا k2 k1 مضروب في الزيرو مقسوم على البول دوت مضروب في البول دوت بحيث إن هتبقى المعادلة بتاعتي k مضروبة في j أوميجا باور k2 k1 مضروبة في الزيرو الأولاني مقسومة على البول دوت والبول ده نروح على الخطوة التانية، الخطوة التانية هنعمل تيبل زي اللي قدامنا دوت بحيث ان اول حاجه هنا هكتبها هتبقى هي الفاكتور تاني حاجه هنا هكتبها هتبقى التايب تالت حاجه هنا هتبقى الكورنر او البريك فريكوانسي تالت حاجه هكتبها هنا هتبقى السلوب هبتدي احط كل الزيروس والبول عندي في كل خانه فاول خانه هتبقى الجي اوميجا اللي ما معاهاش ريل فاليو تاني خانه هتبقى الزيرو الاولاني تالت خانه هيبقى البول الاولاني رابع خانه هتبقى البول التاني فأحط جي اوميجا كي 2 ماينس كي 1 ايه النوع دوت ما عرفش ممكن يكون زيرو وممكن يكون بول بحيث ان هو هيبقى زيرو اذا كانت الكي 2 اكبر من الكي 1 وهيبقى بول اذا كانت الكي 1 اكبر من الكي 2 في كورنر فريكوانسي عندي السلوب بتاعه هيبقى بوزيتيف 20 مضروب في كي 2 ناقص الكي 1 وده هيبقى الستارتنج سلوب بعد كده هنحط الزيرو الاولاني فهيبقى جي اوف اوميجا اوفر اي بلس 1 التايب بتاعنا هيبقى زيرو الكورنر فريكوينسي هتبقى القيمه اللي تحت الاوميجا فهتبقى ايه والسلوب عندنا مادام هو زيرو هيبقى بوزيتيف 20 بعد كده هناخد البول هيبقى J اوف اوميجا اوفر بي بلس 1 التايب بتاعنا بول الكورنر او البريك frequency القيمه اللي تحت الاوميجا فهنكتب B بعد كده السلوب هيبقى نيجاتيف 20 لان هو بول القيمه اللي بعديها هتبقى جي اوميجا اوفر سي بلس 1 هي بول الكورنر او بريك فريكوانسي القيمه اللي تحت الاوميجا اللي هي السي بعد كده السلوب هو بول فبيبقى نيجاتيف 20 كده احنا خلصنا الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه هنروح نجيب حاجه اسمها الستارتنج فريكوانسي الاوميجا اس تي او الستارتنج فريكوانسي دي بتساوي الليست فاليو للكورنر اللي فريكوانسي اللي هي قيمه الاي او البي او السي مقسومه على 10 فهجيب المينيمم للـ A والـ B والـ C أشوف أنهي قيمة فيهم أقل قيمة وهقسمها على الـ 10 فلنفترض إن القيمة دي مثلا طلعت لي بـ 0.2 فهديها تقريب وأقول إن هي بتساوي 0.1 دايما هاخدها لـ 10 باور حاجة فلنفترض مثلا إن كانت أقل قيمة 0.8 فهقربها لأقرب قيمة قريبة من 10 باور حاجة فهتبقى 0.1 اللي هي 10 باور نيجاتيف 1 بعد ما حسبنا الـ starting frequency بحسب حاجة اسمها الـ starting magnitude وإيه هو الـ starting magnitude؟ الـ starting magnitude بيساوي 20 log الـ K طبعا الـ K أنا عارفها اللي هي كانت بتساوي L مضروبة في الـ A مقسومة على الـ B مضروبة في الـ C فهتبقى 20 log الـ K زائد 20 مضروبة في K2 ناقص الـ K1 طبعا أنا عارف قيمة الـ K2 ناقص الـ K1 مضروبة في log أوميجا ستارتنج وأنا لسه جايب الأوميجا ستارتنج من ستيب 3 إذا حبيت تحسب الإكزاكت ماجنتيود عند أي لحظة تقدر تعمل الكلام دوت بإن أنت تطبق المعادلة دي 20 لوج كي زائد 20 كي 2 ناقص 1 لوج بدل ما عندك الأوميجا ستارتنج هتحسبها عند الأوميجا اللي أنت عايز تحسب عندها فما نفترض مثلا أنت عايز تحسب عند أوميجا إيكوال 1 فهتشيل الأوميجا ال وتكتب مكانها 1 عايز تحسب عند أوميجا إيكوال 5 هتشيل الأوميجا ال وتكتب مكانها 5 بعد كده هتبص على التيبل هتقول زائد 20 بعد كده log square root ال imaginary value square زائد real value square فهتبقى square root of omega L divided by A الكل square زائد الواحد square طبعا واحد square بيساوي واحد فهتبقى log القيمة دي بعد كده هتنزل على القيمة اللي تحتها هتبقى negative 20 log square root omega over B square plus 1 square بعد كده negative 20 log square root omega over c square plus one square وطبعا عندي كل اوميجا هي الاوميجا ال هي اللي انا عايز اجيب عندها الاكزاكت فاليو فاقدر اشيل الاوميجا ال واقدر احط القيمه اللي انا عايز احسب عندها الماجنيتيود بس ده مش الهدف بتاعنا في ان احنا نرسم البوت بلوت احنا دايما هنرسم البوت بلوت ابروكسيميتد وهنشوف ان احنا اذا عملنا ابروكسيميتد بوت بلوت هيبقى قريب جدا من الاكزاكت بوت بلوت الخطوه اللي بعدها ان احنا نحسب الفيز انجل ازاي بنحسب الفيز انجل فهي عباره عن فاي تان نيجاتيف 1 عندي هنا في كي في الريل فاليو زائد زيرو في الايماجينري فاليو فبقول تان نيجاتيف 1 imaginary اوفر ريل فهتبقى imaginary اللي هي زيرو اوفر كي طبعا ده هيديني زيرو ديجري بعد كده بلس ساين كي 2 نيجاتيف k 1 انا بس عايز الساين هل هي بوزيتيف اور نيجاتيف هروح على الزيرو دوت او البول دوت فهقول تان نيجاتيف 1 الاماجنري اللي هي اوميجا مقسومة على الريل ده كان مجموعة مع الصفر فما عنديش قيمة ريل فهو الزيرو فطبعا دي بتديني تسعين درجة بعد كده بلس تان نيجاتيف 1 اوميجا اوفر اي مقسومة على ال1 فهتديني اوميجا اوفر اي بعد كده نيجاتيف علشان نزلت على المقام فهتبقى تان نيجاتيف 1 اوميجا اوفر بي نيجاتيف تان نيجاتيف 1 أوميجا أوفر سي وبكده أكون حسبت الفيز أنجل تعال نبتدي نحل مسألة بأرقام فلنفترض إن عندي H of S G of S بتساوي 300 S مضروبة في S plus 5 مقسومة على S plus 1 مضروبة في S plus 30 عايزين نرسم البوت دياجرام فأول خطوة إن إحنا هنكتب المعادلة دي في شكل J أوميجا فهنستبدل كل S ب أوميجا فهتلاقي ان هيبقى عندي 300 جي اوميجا مضروبه في جي اوميجا بلس 5 مقسوم على جي اوميجا بلس 1 مضروبه في جي اوميجا بلس 30 تاني حاجه هخلي هنا في واحد هخلي هنا في واحد وهخلي هنا في واحد فمعنى كده هاخد 5 بره كومن فاكتور هاخد 30 بره كومن فاكتور وده تبقى اوميجا اوفر 5 اوميجا اوفر 30 اوميجا اوفر 1 فهتلاقي عندي هنا بقى في 300 مضروبه في 5 مقسومة على 1 مضروبة في 30 وعندي هنا دي مضروبة في جي أوميجا جي أوميجا أوفر 5 بلس 1 جي أوميجا أوفر 1 بلس 1 جي أوميجا أوفر 30 بلس 1 هحسب القيمة ديت وهي دي هتبقى عندي ال K فهتبقى 50 مضروبة في المعادلة دي فبكده أكون خلصت الخطوة الأولانية فهحط عندي هنا المعادلة وهقول إن ديت الستيب 1 H of J أوميجا G of J أوميجا بتساوي الكلام دوت الخطوة التانية إن أنا هرسم التيبل بتاعي هكتب هنا في فاكتور تايب كورنر فريكونسي أو بريك فريكونسي وسلوب هبتدي إن أحط هنا الجي أوميجا بعد كده جي أوميجا أوفر 5 بلس 1 بعد كده جي أوميجا أوفر 1 بلس 1 بعد كده جي أوميجا أوفر 30 بلس 1 فأول حاجة هكتب جي أوميجا باور 1 عندي هنا ال K2 ماينس ال K1 بتساوي بوزيتيف 1 التايب بتاعنا هو 0 الكورنر او البريك فريكوانسي مفيش كورنر او بريك فريكوانسي بعد كده السلوب بوزيتيف 20 وده هيبقى الستارتنج سلوب هروح على جي اوميجا اوفر 5 بلس 1 كان برضو زيرو الكورنر او البريك فريكوانسي القيمة اللي تحت الاوميجا فهي 5 بعد كده السلوب بوزيتيف 20 هروح على جي اوميجا اوفر 1 بلس 1 كانت بول الكورنر او البريك فريكوانسي القيمة اللي تحت الاوميجا فهي 1 بعد كده نيجاتيف 20 لان هي في المقام بعد كده جي اوميجا اوفر 30 بلس 1 هتلاقيها ان هي بول والكورنر او البريك فريكوانسي القيمه اللي تحت الاوميجا 30 وهتلاقي السلوب هو نيجاتيف 20 كده انا انتهيت من الخطوه الثانيه اروح على الخطوه اللي بعدها اللي هي الستارتنج فريكوانسي فهتلاقي ان الاوميجا اس تي بتساوي الليست فاليو اوف كورنر فريكوانسي مقسومه على 10 فهلاقي ان هي المينيمم of 5 1 اند 30 اقل قيمه فيهم كانت هي الواحد مقسوم على 10 فيبقى عندي one over ten equal 1 over 10 ايكوال 0.1 الخطوه اللي بعديها الستارتنج ماجنيتيود فهلاقي ان الستارتنج magnitude بيساوي 20 لوج ال بلس 20 مضروبه k2 k1 log omega st انا عارف الاوميجا st بتساوي 0.1 عارف K بتساوي 50 وكي 2 ناقص الكي 1 بتساوي 1 لان دي جي اوميجا باور 1 فهتلاقي ان هي 20 لوج ال 50 بلس 20 لوج الجي اوميجا باور 1 فهتلاقي 20 مضروبه في 1 مضروبه في لوج الاوميجا ستارتينج اللي كان ب 0.1 فهتديني القيمه ديت 13.9794 بعد كده هروح على الخطوه اللي بعديها بعد كده هروح على الخطوه اللي بعديها اللي هي phase انجل فهلا ان الفيز انجل فاي ايكوال تان نيجاتيف وان زيرو كانت عندي دي 50 بلس زيرو جي اوميجا فطبعا هنا عندي القيمة الاماجنري زيرو اوفر الكي بعد كده ساين كي تو نيجاتيف الكي وان دي كانت بتساوي واحد فهتبقى الساين بتاعتها بوزيتيف مضروبة في تان نيجاتيف وان اوميجا اوفر زيرو دي كانت جي اوميجا فالاماجنري بتاعنا جي اوميجا الريل بصفر مفيش عندنا قيمة ريل فعشان كده هي تان 1 اوميجا اوفر 0 نروح على اللي بعدها تان نيجاتيف 1 اوميجا اوفر 5 مقسوم على واحد فهتبقى هي تان نيجاتيف 1 اوميجا اوفر 5 بعد كده ناقص علشان نزلنا على المقام تان نيجاتيف 1 اوميجا اوفر 1 بعد كده ناقص علشان نزلنا تاني على المقام على البول اللي بعده تان 1 اوميجا اوفر 30 وبكده اقدر احسب الفيز انجل فهستبدل القيمه دي ببوزيتيف علشان قلنا ان جي اوميجا عندنا في الباست ودي هتديني 90 ديجري دي هتدينا صفر هيبقى زيرو بلس 90 بلس الباقي هبتدي اعمل تيبل وفي التيبل دوت عايز اجيب الانجل عند اوميجا بتساوي الاوميجا ستارتنج 0.1 عايز اجيب الفاي عند اوميجا بتساوي 1 عند اوميجا بتساوي الفايف عند اوميجا بتساوي 30 وعايز اجيب الانجل ما بين القيم ديت علشان الكيرف بتاعي يبقى سموث شويه وبرده قيمه او قيمتين بعد ال مجرد ما جبت المعطيات ديت هيبقى عندي فيه كيرفين في نفس الورقة واحد فيهم اسمه الماجنيتيود والتاني اسمه الفيز هتلاقيني هنا في الواي اكسس ابتديت عند عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين لأن ديت القيم اللي هرسم حواليها وهنا ابتديت عند الصفر جيت في النص قلت خمسة وأربعين درجة وبعد كده قلت تسعين درجة بعد كده جيت على الإكس أكسس ابتديت عند 10 باور نيجاتيف وان لأن دي كانت الستارتنج فريكونسي بعد كده ببتدي ازيد 10 باور 0 10 باور 1 10 باور 2 لان دوت لوج سكيل فبتلاقي في 10 باور 0 دي بتساوي 1 بتمشي مسافه طويله شويه عشان توصل لل2 مسافه اقصر شويه عشان توصل لل3 اقصر شويه عشان توصل لل4 اقصر عشان توصل لل5 وهكذا لحد ما توصل لل10 باور 1 وهكذا 10 باور 1 هي ال10 بتمشي مسافه اطول شويه عشان توصل لل20 مسافه اقصر شويه عشان توصل لل30 اقصر عشان توصل لل40 50 وهكذا فالإكس أكسس هنا هو الأوميجا اللي هي عبارة عن فريكونسي بتتقاس بالراديان بير سكند والإكس أكسس برضه هنا هو فريكونسي بيتقاس بالراديان بير سكند فالإكس أكسس هنا وهنا الاتنين كومن أما الواي أكسس هنا وهنا الاتنين مختلفين عن بعض ده ماجنيتيود وده فيز حطيت الأنجلز بتاعتي أدي الأنجل الأولانية عند 0.1 أدي الأنجل عند 1 أدي الأنجل عند 0.5 أدي الأنجل عند ال 5 أدي الأنجل عند ال 10 وادي الانجل عند ال 30 وانجل عند ال 50 هتلاقيني معلم النقطه الحمراء الانجل اللي هي متعلقه بالبولز او الزيروز وكتبت هنا ده كان بول ده كان زيرو ده كان بول والنقطه الزرقاء اللي هي القيم اللي كانت ما بينهم الخطوه اللي بعديها هحط الستارتنج ماجنيتيود كان بحوالي 14 وبعديها هلاقي ان الستارتنج سلوب كان بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديكيت فهمشي بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديكيت لحد ما اقطع الخط اللي بعده وطبعا الخط ده كان بول وازاي بنحسب بوزيتيف 20 ديسيبل بير هتلاقي ان المسافه من عند 10 باور نيجاتيف 1 لحد المسافه 10 باور 0 من هنا لحد هنا لازم يكون الفرق من النقطه دي للنقطه دي بيساوي 20 فهمشي ببوزيتيف 20 ديسيبل بير لحد ما اقطع الخط دوت بعد كده هرسم خط سوليد وهكتب عليه بوزيتيف 20 ديسيبل بير هلاقي ان انا اصطدمت ببول طيب البول كان الاسلوب عنده بيساوي نيجاتيف 20 ديسيبل برديكيت طيب والبريفيوس سلوب او السلوب اللي قبله كان ببوزيتيف 20 ديسيبل برديكيت اجمع القيمه دي زائد القيمه دي فهلاقيها هتديني صفر فمعنى كده يبقى لازم امشي بخط مستقيم لحد ما اقطع البول اللي جاي او الزيرو اللي جاي يبقى معنى كده السلوب بتاعي اتقلب بدل ما كان بوزيتيف 20 ديسيبل برديكيت بقى زيرو ديسيبل برديكيت لان ده كان بوزيتيف 20 والبول اللي بعده نيجاتيف 20 فنيجاتيف 20 زائد بوزيتيف 20 بيديني 0 فهعمل سوليد لاين 0 ديسيبل بير فهلاقيني اصطدمت بزيرو السلوب بتاع الزيرو بيبقى بوزيتيف 20 بير بوزيتيف 20 بير واللي قبله كان زيرو ديسيبل 20 بير نجمع بوزيتيف 20 زائد الزيرو هيدينا بوزيتيف 20 فمعنى كده هطلع لفوق بوزيتيف 20 لحد ما اخبط الخط اللي بعده اللي هو يا اما بول يا اما زيرو فهمشي في خط مستقيم بوزيتيف 20 ديسيبل per decade هلاقيني اصطدمت ببول تاني البول هتلاقي السلوب بتاعه هو نيجاتيف 20 ديسيبل per decade وكان عندي السلوب اللي, اللي قبله كان بوزيتيف 20 اجمع القيمه دي زائد القيمه دي هتديني صفر فعندي زيرو ديسيبل per decade وهمشي في خط مستقيم وبكده اكون خلصت رسمه الماجنيتيود ابتدي اوصل النقط ديت تقريبي بايديا فهلاقيها بالشكل دوت اذا جيت بصيت على الاكزاكت بوت بلوت باستخدام الماتلاب هلاقيها قريبه جدا من الرسمه اللي انا رسمتها طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نستخدم الماتلاب علشان نحسب البوت بلوت اذا جيت ارسم البوت بلوت على الماتلاب حسب الترانسفير فانكشن فيبقى عندي مثلا نوم ايكوال وهكتب 300 وبعد كده 300 مضروب في 5 وعندي برضو في 0 هنزل على المعادله اللي بعدها وهو اللي عندي قدام ايكوال وبعد كده هقول 1 وبعد كده 31 وبعد كده 30 وبعد كده انتر وابتدي اقول بوت وهفتح قوس واقفل القوس واكتب نون كوما دن وهقول انتر فهيطلع لي الشكل اللي قدامي دوت ممكن اكتب جريد اون وهبتدي الاقي الرسمه بتاعه البوت دايجرام شفنا هنا ان السكيل ديسيمال وهنا برضو السكيل ديسيمال اما هنا السكيل سيمي لوك نبتدي من عند 10 باور نيجاتيف 2 10 باور نيجاتيف 1 بعد كده 10 باور 0 10 باور 1 10 باور 2 10 باور 3 وهكذا وهنا عندي بيبقى الماجنيتيود بيتقاس بالديسيبل هنا عندي الفيس بيتقاس بالديجري اما في الاكس اكسس هنا او هنا في frequency عباره عن راد او راديان بير سكند وبكده نكون خلصنا محاضره النهارده ومع السلامة